اهلا بيكم. قاعدين في الاي ار في يوم زحمه جدا، ولما الدنيا تبقى زحمه عندنا بنستعمل الهول وايز، بنحط فيهم ريكلاينر شيرز كده ونسميهم هول واي بيدز. فدخلت علينا عيانه حطناها في احد الهول واي بيدز ده، والشيف كومبلينت بتاعها كان ويكنس اوف ذا ابر ارمز. رحنا نشوفها، قالت يا دكتور والله انا من امبارح حاسه ان انا ايديا مشلوله، وبتستخدم اللفظ ده، بتقول انا ايديا مش قادره احركها زي ما تكون مشلوله بالظبط. وهي بتقول الكلام ده بترفع ايديها فوق وبتقول مش قادره حتى اعمل كده. فطبعا يعني اول حاجه تبادرت للذهن يعني انه ازاي هي بتقول انها ايديها مشلوله ومش قادره تحركها، لكن في نفس الوقت بتحركها قدامنا. فقلنا لها طب انت ايه حكايتك بالظبط؟ قالت والله انا من يومين فضيت حمام السباحه بتاعي كله ونزلت قعدت انضف فيه طول اليوم، نمت وصحيت تاني يوم حسيت ان انا مشلوله مش قادره احرك دراعاتي خالص، وحاسه ان انا ضعيفه وهزلانه. فاول حاجه تتبادر للذهن هنا هو انه العيانه دي طبعا غالبا عندها ماسكولوسكيليتال بين بسبب الاوفر اكزرشن، لكن افتكرنا ان كان في فيديو سمعناه قبل كده في اي مابس بيقول never disregard a patient's complaint. فقلنا خلينا يعني ندي العيانة دي her due diligence و kind of investigate a little bit further, نتشيك electrolytes، بالذات انها مصرة تستخدم اللفظ بتاع مشلولة ده او حاسة انها ضعيفة. وبالمناسبة العيانة ما كانش عندها اي signs of like focal neurologic deficits، وكان عندها ال weakness ده on both sides، فيعني the suspicion for a stroke was lower. المهم التحليل بتاعتها طلعت، وطلع ان العيانة البوتاسيوم بتاعها is severely low 1.7. فimmediately قلنا للممرضة اعمل لها EKG بسرعة، لان احنا عارفين ان الهايبوكاليميا is associated with multiple types of dysrhythmias. فراحت الممرضة عملت الاي كي جي للعيانة وجت بتوريه لنا، لقينا فعلا عندها يو ويفز which is usually seen in hypokalemia. مفيش دقيقتين تلاتة والممرضة جاية بتصرخ من اخر الطرقة بتقول انا عايزة دكتور هنا بسرعة، العيانة unresponsive. رحنا نبص على العيانة لقيناها in VTAC أرست. رحنا واخدينها بسرعة وابتدينا يعني نعمل لها CPR ونقلناها على resuscitation room وابتدينا نشتغل معها. وهنا السؤال بيطرح نفسه، لما يكون عندنا عيان in cardiac arrest وعارفين ان العيان ده is hypokalemic، نعمل ايه في الهايبوكاليميا دي ونتعامل معها ازاي؟ احنا متعودين دايما انه من الريفرسبل كوزز اللي بنفكر فيها في اي عيان يجالنا ان كاردياك ارست هي الهايبركاليميا، وساعات حتى امبيريكلي بندي للعيان كالسيوم كلورايد وجلوكوز انسولين علشان نتريت الهايبركاليميا، خاصه لو العيان مثلا عيان رينال فيلير او ما شابه. لكن قليل جدا لما بنفكر انه هايبوكاليميا مايت بي ا ريفرسبل كوز اللي محتاجه تريتمنت. وطبعا مشكله الهايبوكاليميا ان كاردياك ارست ان احنا كمان بندي للعيان ابينفرين، والابينفرين ده برضو ممكن يلور البوتاسيوم ليفلز. فلما العيان كمان يبقى اوريدي هايبوكاليميك هتبقى هنا مشكله. طيب الاي سي ال اس جايد لاينز في سنه 2000 تطرقت لموضوع الهايبوكاليميا ده ان كاردياك ارست، وقالوا ان احنا هندي للعيان a bolus of 10 milli equivalents at a rate of 2 milli equivalents per minute over 5 minutes. And we can repeat this by another bolus of 10 milli equivalents over 5 to 10 minutes. يعني بالبلدي كده هندي للعيان حوالي 20 milli equivalent in total over the course of 10 to 15 minutes. وبعدين في سنة 2006 الدكتور ألفونسو وشركاه عملوا ارتكل جميله جدا وفيها الجوريزم ظريف بيتطرق برضو لفكره الهايبوكاليميا ان كاردياك ارست، وفي الحاله دي قسموها لشقين. الشق الاولاني قال لك اذا كان في imminent risk for cardiac arrest، يعني عيان ما هوش arrested لسه، لكن in kind of like a peri-arrest situation، في الحالة دي هندي العيان a maximum of 20 milli equivalents of potassium chloride over the course of 10 minutes followed by another bolus of 10 milli equivalents over 5 to 10 minutes. يبقى كده ادينا للعيان قد ايه؟ ادينا للعيان تقريبا a total of 30 milli equivalents over تلت ساعة. أما إذا كان العيان actually in cardiac arrest قال لك ممكن تدي 20 milli equivalents IV over 2 to 3 minutes and maybe repeated until you reach a potassium of greater than 4. نعدي كم سنة لقدام والACLS guidelines في سنة 2010 ومن بعدها الأبديت في سنة 2020 قالوا كده بالبنط العريض
إنه a bolus of potassium chloride in cardiac arrest is not recommended. والسبب الرئيسي هو إنه مفيش strong evidence that supports this kind of strategy or practice. أما الـ European Resuscitation Council في سنة 2021 الـ guidelines بتاعتها مشابهة للدكتور ألفونسو قالوا في سنة 2006، قالوا إنه لما العيان يكون in imminent cardiac arrest هتدي للعيان an infusion of potassium chloride at 2 ml equivalents per minute for a total of 10 minutes يعني 20 ml equivalent followed by another bolus of 10 ml equivalents over 5 to 10 minutes يعني برضو حوالي 30 ml equivalent على مدار تقريبا ربع ساعة أو تلت ساعة. طيب مشكلة الكلام ده كله إيه؟ مشكلة الكلام ده كله إن اللي بيقول إدي has strong evidence to support where they got these numbers and strategy of administration from ولا اللي بيقول ما تديش برضو عنده evidence ما تديش ليه؟ طيب إحنا نعمل إيه بقى في الحالة دي؟ لما الواحد بيقعد يقرأ الستاديز دي كلها نلاقي كده إنه اللي تقريبا نقدر نقول متفق عليه هو إن العيان اللي عنده severe hypokalemia ممكن نحطه على infusion at 2 ml equivalents per minute for a period of 5 to 10 minutes يعني نتكلم على تقريبا 10 ml equivalent على 5 دقائق 10 دقائق وit seems من القراءات المختلفة يعني انه الدوز ده على مدار الوقت ده the benefit seems to outweigh the risk فادي نقطة لكن في نقطة تانية هنا مش عايزين نغفلها احنا عارفين انه each 10 ml equivalents of potassium chloride infusion is expected to raise the potassium the serum potassium level by 0.1 ml equivalent يعني لو العيان البوتاسيوم بتاعه initially 1.7 كل ما اديله 10 ml equivalents يزيدوا 0.1 يبقى 1.8 1.9 2.0 طب ما انا لو قعدت اعمل في cardiac arrest اعمل للعيان اديله infusion كده على 10 دقائق اديله 10 ml equivalents على 10 دقائق في خلال نص ساعة اللي هي a decent enough time ان انا اعمل له يعني resuscitation هبقى زودت العيانة بتاعتنا دي من 1.7 ل 2 still very low لانه البوتاسيوم ليفل لما بيبقى less than 2.5 this puts the patient at imminent risk for cardiac dysrhythmias فعلشان انا ازود البوتاسيوم بتاعي بحيث ان هو at least يكروس الهامب بتاع 2.5 دي محتاجة تديله higher dosage وبالتالي الاستراتيجي اللي كان كتبها الدكتور ألفونزو في البيبر بتاعته في 2006 ان في حالة الكارديك أرست الصريحة ممكن ندي 20 ml equivalents IV over 2 to 3 minutes seems to be a strategy that makes more sense لان العيان بتاعنا ده هو ميت ميت يعني unless ان انا حاولت اعمل له حاجة هو already ميت الحاجة التانية هنا اللي ممكن حد يفكر فيها هو انه انا ادي البوتاسيوم ده ازاي اديه through a peripheral IV ولا اديه through a central line لانه through a peripheral IV المفروض ان انا ما اقدرش ادي اكتر من 10 ml equivalents per hour and through a central line ادي up to 20 ml equivalents per hour وطبعا الاجابة هنا هتكون بنفس المنطق العيان بتاعك ميت ميت ف If you have the capacity انك تحط central line immediately while the patient is in cardiac arrest يبقى well and good هندي البوتاسيوم through the central line ما كانش يبقى ما عنديش اي option غير ان انا ادي البوتاسيوم through a peripheral IV والحقيقة انا ما لقيتش a lot of details about these specifics in many of the articles that I have read الحاجة التانية بقى هنا اللي جديرة بالذكر ان العيانين اللي are in severe hypokalemia مهم جدا 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 ان انا consider rhabdomyolysis in these patients and I check the CPK level للعيانين دول ليه بقى الكلام ده لانه البوتاسيوم plays a role in skeletal muscle blood flow during activity العضله وهي بتcontract بتطلع بوتاسيوم extracellularly والبوتاسيوم اللي بيطلع in the extracellular space sends signals to dilate the skeletal blood vessels and increase the skeletal blood flow to match the increased demand of the muscle during activity فالعيان لما بيبقى hypokalemic ما بيقدرش يماتش ال higher demand for blood flow لأن البوتاسيوم بتاعه واطي وبالتالي ده ممكن يؤدي إلى muscular necrosis and ultimately يدخل العيان in rhabdomyolysis العيانة بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها دي ال CPK level بتاعها كان 17,000 so she was in florid rhabdomyolysis بسبب الهايبوكاليميا اللي هي كانت فيها وده بيفسر برضو ليه العيانة كانت complaining of severe muscle weakness and tiredness لدرجة انها بتقول انا حاسة ان ايديا مشلولة طبعا لان حصل لها muscle ischemia بسبب الهايبوكاليميا اللي كانت عندها
يبقى the bottom line. أول حاجة consider hypokalemia in cardiac arrest as a reversible cause. مش عايزين نهمل الجانب ده ونركز بس على الهايبركاليميا من غير ما نفكر could this patient be hypokalemic as well or not. الحاجة التانية إن nobody really knows the ultimate and model treatment for hypokalemia in cardiac arrest. ولكن فيما يبدو إنه in imminent cardiac arrest a strategy such as إن احنا نحط العيان على infusion of potassium chloride at 2 milli equivalents per minute over the period of 10 minutes يعني ندي للعيان 20 milli equivalent على مدار 10 دقايق followed by a bolus of 10 milli equivalents over another 5 to 10 minutes هو اللي مكتوب في literature as an initial step and what seems to be reasonable. وده ممكن يديك حوالي تقريبا ربع ساعة تلت ساعة واحنا بنعمل resuscitation العيان ان نشوف اذا كان هيرجع ولا لا. لو مرجعش وقررنا ان احنا نكمل resuscitation و CPR يبقى اعتقد انه مفيش قدامنا حل غير ان احنا ندي للعيان trial of 20 milli equivalents IV over 2 to 3 minutes based on the algorithm suggested by Dr. Alfonso et al. In 2006. Otherwise, العيان ميت ميت. الحاجة التانية إن في العيانين دول نفتكر ندي a bolus of magnesium sulfate لأن المغنيسيوم هيحسن الـ correction of hypokalemia and prevent further renal losses. والحاجة التانية إن العيانين اللي in severe hypokalemia دول الـ most common arrhythmias اللي بتحصل معهم هي ventricular fibrillation or torsade de point والمغنيسيوم هو جزء رئيسي في علاج these kind of arrhythmias. الحاجة التانية إن أي عيان يجيلنا البوتاسيوم بتاعه less than 3 please get an EKG and make sure that the patient does not have underlying arrhythmias. ولو كان البوتاسيوم less than 2.5 this is an indication for IV potassium replacement in the emergency department. والحاجة الأخيرة إن العيانين اللي severely hypokalemic consider checking a CPK level to make sure that they are not in rhabdomyolysis. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.